السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وجاو مع بوصاف ملعبش وجاو ثاني كان بوصاف وما لعبوش، جاو ثاني عمو تماوش هنا في اللعاب، لأن واحد الوقت كان صار واحد الوقت كلشي كيقول لك عقل كان يقول لك لا شي كبارات ولكن دابا يعني الوحيد اللي كيبان في الجروب ما دخلش في الاجواء ديال المجموعه، ولكن بقيه المجموعه فكلها كتبان ليا مزيانه، سعيدي كيضحك الدراري كلهم حاضرين هنايا، باهو اسماعيل حداد، فلحد الان خا الامور كلها مزيانه وجد ايجابيه. اللعابه باقي ما غير في الجونجلي وخارج التيران، باقي ما دخلوش كثير في التيران باش نتبعوا هذا الماتش هذا. وي بالنسبه للكليما، بالنسبه للكليما اسمح لي بالفزاز، الجو ما كاينش الصهد، الجو عادي ولا كي داير الجو؟ الجو كريم فكينا، كنت سولت على هذه القضيه هذه، الجو بحال كيكون عندنا الصهد، غنقولوا ديك 22 درجه، يعني ما كاينش ذاك الصهد، ديك الحراره، ديك الاجواء الحاره اللي ولفناها في بعض الدول الافريقيه اللي كنا تمشيو لها، ولكن هنا العكس، هنا الجو مزيان، يعني بحال ديك 28 دوغري 29 دوغري هي اللي كاينه حاليا، وما كاينش ديك الرطوبه كثيره، يعني ما كتحسش، ما كاينش ذاك العيال كثير، ولو انه حنا كنتظروا يعني واش غادي تزيد تطلع درجه الحراره في هذه الوقيته هذه، لانه مع الثلاثه واش غادي لو وصلت يعني ثلاثه ونص اربعه واش غادي تكون درجه الحراره اكثر، ام انه غادي يكون انخفاض ديال درجه ديال الحراره. بالنسبه استاذ محمد للشارع الجنوبي افريقي وسيرتو في المدينه فين غيتلعب الماتش، واش كاين اهتمام بهذا الماتش هذا؟ الصحافه الجنوبيه افريقيه شنو كتقول على هذا الماتش اللي غيجمع بين الوداد وماملودي سان داونز؟ هو في الحقيقة كاين اهتمام، وكاين اهتمام كبير بهذا الماتش هذا، وكاين تهدئة كبيرة كما قلت لك، حنا وجايين في الطريق فشفنا يعني دوك الإعلانات ديالهم في الطريق، دوك الإعلانات ديالهم في البطولات ديال ألف ساندونا كونوا معنا، ودايرين التصاور ديالهم لابسين داك التوني ديالهم صفر، لأنهم هما كيسميوهم لي بريزيليان، زعما راه كيلبسوا بحال السنيصاو، وحتى ديك القضية ديال أنهم دايرين الفابور الدخلة يعني جيتي لابس التوني صفر. شفنا بأنه البارح ملي كانت ديك الحصة ديال إزالة العياء، فكانت تقريبا التيرانات ديال الجامعة، وكان بزاف ديال الحضور، يعني كنعرفوا الطلبة ديال الجامعة، فكانوا يعني بزاف اللي حاضرين وكيطلعوا من الفوق وتيشجعوا تيشوفوا يعني كيكتشفوا الفريق ديال الوداد الرياضي، يعني باين بانه غيكون جمهور كبير اللي غيتبع هذا الماتش هذا. نتكلموا كريم على كارت فينال ديال الشامبيونز ليغ، فاكيد غادي تكون جماهير كثيره اللي غتبع هذا الماتش هذا. حاليا فاللعابه يعني كيوجدوا كيستعدوا باش يدخلوا في الاجواء ديال هذه الحصه التدريبيه اللي غادي نشوفوها ونشوفوا ان شاء الله حتى ديال غدا. غير نذكر كريم بانه غدا ان شاء الله مع باقي ما جاش التوقيت واش الجوج ولا الوحده ونص، اللي غادي تكون ندوه صحفيه اللي غيكونوا فيها المدربين بجوج، المدرب ديال فريق الوداد ولا كذلك المدرب ديال سان داونز، اللي غتكون حصه او ندوه صحفيه ومن بعد ذلك غادي تكون التدريب، الحصه اللي غياخذها فريق الوداد الرياضي بالملعب ديال الماتش اللي راه باقي تنتظروا واش غادي يكون في لوفتيس، الملعب الجديد، الملعب اللي كان فيه كاس العالم، اما ما غيكون في الملعب القديم. مازال ما تحدوش كثير اللي غيلعب فيه اللي يتلعب في الماتش. كله لانه باقي يعني لا الاداريين ديال الوداد ولا الاداريين ديال ماملودي سان داونز، لانه هما الان باش يكون في من الان كيوجدوا فين غادي يترينوا في كازا، فمن الان هما كيفكروا في هذا الماتش هذا، وكيفكروا حتى فين غيترينوا في كازا، وكيطلبوا من المسؤولين ديال الوداد باش انهم يوجدوا لهم تيران وحيث التدريبيه يديروا هذا الليل. يعني من الان حتى هما راه بادين، راه كيفكروا في هذا، يعني باش تعرف الاهميه كريم اللي عاطين لهذا الماتش هذا، راه هذا غير يلعبوا في بلادهم وتيوجدوا الاخر اللي غادي يكون في الدار البيضاء، تيجددوا الامور الاداريه ديالهم كامله مع الاداريين ديال فريق الوداد الرياضي. اللي كاين كريم هو انه الان غتبدا الحصص التدريبيه، واللي جميل هو هذا الملاعب كثيره هنا، يعني كنعرفوا بانهم كيلعبوا حتى الريكبي وحتى شي فريق نسوي راه كيدرب حتى هو، كيبان ليا حتى هو كيدرب شي فريق نسوي ديال الريكبي راه كيدرب هنايا، ولكن هنايا اللي الحاجه اللي كاينه هو انه اللي بغى يزيد الرياضه خاصه الله يسر عنده الاسباب. محمد خويا غادي نخليك تبع الحصه التدريبيه، ونطوندو ان شاء الله بوكوا با يكونوا معاك دي زانفيتي، نحاولوا نتقربوا من التشكيله ومن اللعابه اللي غادي يكونوا لاعبين في الماتش امام ماملودي سان داونز. شكرا جزيلا سمح بوتوزا، غنعاود نرجع عندك بعد لحظات اون فوا دو لا سيونس دونترينمون، ولا يكون دي زانفيتي مع صديقنا اسم محمد بوتوزا. سعيد جدا نكون معايا في الاستوديو خلال الحصه التدريبيه مع عادل السراج. مساء الخير. مساء الخير خويا كريم، ومساء الخير المخرج المهدي ومستمعي راديو مارس. سي عادل، الوداد حصه تدريبيه نقدر نعتبرها الاولى من غير لا سيونس ديال ديكراسا اللي كيحيدوا بها العيا، لافراستركتور كاينه في جنوب افريقيا، التيران كما قلنا صديقنا سمح بوتوزاز
زوين في غيتريني فريق الوداد الرياضي، الكليمة عادي بحال الكليمة ديالنا، دونك نظن بانه الكره بقات عند اللاعبين ديال فريق الوداد الرياضي امام مولود صندوق. وا سي فري خويا كريم، يعني الاجواء اللي كتقول يعني سيرتو الملعب، الملعب حنا كنا كن يعني في السابق كنا كنعانيو من هاد المسائل، كيقول لك راه الملعب و دوزيام شوز سي الكليما. دابا حتى الكليما سي باراي بحالنا بحالهم، دونك ما اليا با يعني باش ما نتخباو ولا نديرو شي حاجه، هما الاجواء كاينه، الحوايج اللي كنخافو منهم هما كاينين، كاين التيران الكليمه يعني نفس الشيء، يعني كتبقى لو روندمون ديال اللعاب لي فور اللي خصو يدير واللي خصو يوجد ليه، ولا كونسونطراسيون توتال، سيرتو بحال هاد لي ماتش هادو اللي كيكونوا ديال لي كومبيتيسيون كبار، سيرتو الشامبيونز ليغ، يعني على الاكستيريور خصك تما، يعني الا قدرتي تحسن في التاهل تحسمو على الاكستيريور، لان دوميسيل، وسيرتو ان فريق ديال الجنوب الافريقي فهو الا رجعنا ليه فهو كيلعب على الاكستيريور، يعني كيضرب بشكل كيلعبوا احسن وكيقدروا يسجلوا، دونك الا مشيتي تمايا او موان يعني خصك يعني بحال تبارطاجي يعني لي فور او موان تمايا، ما خصوش يتسجل عليك وتحاول تسجل باش تجي كومين بعدا هنا تلعب، تكون جاي بعدا بواحد ريزلتا لي بوزيتيف باش تموتيفيك، باش حتى هنا تكون تعبئه، يكون بيبليك، يكون سيرتو ان فريق الوداد البيضاوي دابا مع المقابله الاخرى ديال الشامبيونا بدا كيدخل له دوت، لا عند اللاعبين لا عند لو ستاف، واوسي بيان حتى البيبليك، يعني هاد المسائل هادي كامله وانا كنعتبرها سيتون ارما دوبل ترونش، يعني هاد جات في الوقيته ديالها رغم انها هزيمه ولكن جات باش تفيق. تخيل معايا خويا كريم، كون داروا ان بون بريستاسيون هنا مع الفيس وداك الشيء، يقدر يمشيو الانسان عايش في لافوري يقول لك كوم كوار حنايا هادي غادي مزيان، عندنا فرقه واعره، عندنا فرقه، يمشيو تما يلقاو مشكل، بالعكس هادي راه جات ضربه اللي غادي تفيقهم. دابا بقات كيف كنقولوا الكره عند اللعابه خصو يديروا لوتو بور لوتو، خصهم يعني كلشي يدير لي فور، كلشي يدير لورول ديالو، وسيرتو لا كونسونطراسيون، بحال هاد لي ماتش كيبغيو بوكو دو كونسونطراسيون. نتمنى واحد موفق فريق الوداد الرياضي، كما وعدناكم بفوا يكون انفيتي مع صديقنا سمح بوتوزا، حنا غادي نرجعو عنده، لكن غادي نمشيو حنا ندوي على البطوله الاحترافيه، البطوله بخو، مباريات الجوله الثانيه، لكن قبل المستمعين الكرام حنا غنمشيو مع ساره موجه كما اذا الموسيقى الايقاع ديال افريقيا اكيد باينه، غنمشيو للجنوب افريقيا بريتوريا دائما عند صديق ديالنا السي محمد بوتوزاز، الرحله ديال الوداد، اخر تفاصيل الاخبار الاجواء يعني ديال المناطق تما، الظروف ديال التدريب ديال الوداد، اخر الاخبار بالنسبه للعابه ديال الفرقه، يعني واش ما كاينش ما نتمنوا ما يكونوش في اصابات وكل لعبه يكونوا جاهزين. نشوفوا السي محمد بوتوزاز اخر الاخبار ديال الوداد. السي محمد مرحبا بك. مرحبا بك قردة، مرحبا بكل المستمعين الاوفياء ديال راديو مارت. يعني قبل ما نعطيك الاخبار وكل شيء، فناخذ معايا فهد اكتاو لاعب ديال فريق الوداد الرياضي بسرعه. فهد، كيفاش دازت الحصه التدريبيه ديالكم الاولى؟ حصه درناها مزيانه، الجو مزيان، كاين شي صهد بزاف، شويه بالليل كيكون شويه برد، حق التيرانات مزيانين ومورا الدراري مزيانين، دابا يكون خير ان شاء الله. بالنسبه للادفيرسا كيفاش كتشوفوا الخصم ديالكم مع ميلودي سانداوز؟ كان دابا عندنا فيديو باش نديرو فيديو، بصح حنا عارفين هادوك الجواج مزيانين وحتى حنا مزيانين، ويا في السيستيم هما بحال كيدخلوا في السيستيم ديالنا، ما كيضربوش بزاف، وعندهم لعابه تكنيك مو مزيانين بحالنا، ومش يكون نتمنوا يكون شي ريسوطا مزيان وصافي. شنو كنقول على الاجواء داخل المجموعه؟ الاجواء لا، اجواء مزيانين، كلشي اموره مزيان، دابا مدرب مزيان، رئيس معنا مزيان، دابا معنا ما نقولوا، دابا غير كورتنا مش بين حاتم. ان شاء الله كنتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لك فهد اكتاو، تبقوا معنا، نرجع معك سي محمد. سي محمد دابا وي سي محمد، نمشيو معك ضربه ضربه، الرحله من البدايه حتى النهايه خدينا بعدا اكتاو باش يعني نديري ونمشي ونمشيو ضربه ضربه، اللي عجبك سير قرده. يلا سيدي، بديتو من كازا، من كازا حتى البريتوريا، كيفاش كانت؟ من كازا حتى البريتوريا، ونقدر نقول لك تقريبا يعني نهار ديال الطريق، يعني جايه نهار ديال الطريق، ف واحد 18 ساعة ولا 16 ساعة في السنق، وكي توصل يعني للبريتوريا، فيعني كذا لجوهانسبورغ هي الأولى، فكتاخذ عاوتاني الكار باش أنك توصل للبريتوريا، يعني كان الوقت بزاف، تقريبا كانت واحد الساعة، علاش؟ لأنه لوطوروت كانت عامرة، وخا أنه لانفراستركتور مزيانة، ولكن كانت لوطوروت عامرة بزاف. البارحة سي محمد فكانت حصة تدريبية، يمكن نعتبروها حصة، غير كانت لإزالة العياء، يعني واحد 40 دقيقة قاموا بها اللعابة باش يحيدوا ذاك العياء ديال السفر، لأنه كتعرف تقريبا 22 ساعة ديال الطيارة، اللعابة رجليهم كيتنفخوا وداك الشيء، فكانت واحد الحصة باش أنه
يتحيد العيا بالنسبه للاعبين ديال فريق الوداد الرياضي. اليوم كما سمعنا مع اكتوفا كانت اول حصه تدريبيه وليت زرعت في واحد البلاصه فنقول لك القرده واحد البلاصه فيها الجامعه يونيفرسيتي ديال بريتوريا فنقول لك تشاغيط لعب شي ماتش انا غنقول لك واحد الكلمه عرفتي القرده عرفتي دوك الفرق ديالنا 16 فرقه ديال بريمير ديفيزيون و 16 فرقه ديال الدوزيام ديفيزيون غتجيبهم غيلعبوا كاملين وغيترينوا كاملين في وقت واحد يعني كنقول لك اكثر تقريبا ما نقولش اكثر وصل لواحد 20 تيران ديال الفوت واحد خمسة تيرانات ديال الركبي خمسة تيرانات ديال الباسكيت خمسة تيرانات ديال الكريكيت داك الشيء ما عرفتش داك الشيء حتى اللعابه ولا كل شيء اول مره كنشوفوه يعني بحال هاد الحوايج يعني واحد المساحه كبيره كلها تيرانات كل شيء كيلعب البيسينات كذلك الناس ديال السباحه كيترينيو يعني فغنقول لك دابا هذا التجمع ديال التيرانات ديال ديك يعني ديك الجامعات اللي كاينين تما هذو ديال الجامعه كاين الوسط انا باش نشرح لك الجامعه كاين الوسط والتيرانات كلهم دايرين بها اللي بغيتي التيران ديال اي رياضه هذا هو اللي كنهضروا عليه بزاف وعينا ما نهضروا عليه ديال سبور ايتود فكنسمع بزاف وهضرنا بزاف فانا شفت اليوم بعينيا شفت سبور ايتود كاين الجامعه الناس تقرا فيها واللي كيعرف يدير شي رياضه اللي واعر شي سبور كيما بغى يكون فكيتريني كاين كلشي موفر لي باش انه يتريني باش انهم تيصنعوا الابطال غنغلقوا هذا القوس ديال هذه المساله هذه ونرجعوا للحصه التدريبيه الحصه التدريبيه اللي عرفات واللي اكدت لنا اليوم بنسبه كبيره قرضه بانه انس اصبحي ما غاديش يكون سي محمد لانه تفضل قرضه بقى معايا اكدت بان انس اصبحي وغنرجعوا للتفاصيل ديال الغياب واللعاب اخرين غير بالزربه فاصل اعلاني نحيدوا علينا بعد ذلك نرجعوا ونواصلوا معك اخر اخبار ديال فريق الوداد كنهضروا على اللعابه ديال الفرقه على الحاله الصحيه ديال اللعابه وكنتي كتهضر على الاصبح نعم قلنا انا في اصبح يعني تاكد بنسبه كبيره انه ما غاديش يكون حاضر لانه دار تدريب بوحدو ترينا بوحدو وهذا ما اكدوا لينا كذلك يعني الدكتور على الرحالي بانه لاعب عنده اصابه وبنسبه كبيره يمكن ما غاديش يكون حاضر بالنسبه له وكان هضر عليه ديجا عمو التصريحات اللي خدينا سابقا قلت لك والد كارتي فهو كاين ترينا دار الحصه ديالو كامله كتبقى اختيارات ديال المدرب وليد كارتي كذلك بالنسبه للعابه فكان اعرف شويه كان عنده توعك في هذه الحصه هذه اللي دار ولكن كانوا يعني تقدموا اسعافات كنظن انه غيكون ومن خلال يعني اليوم ما شفناه في الحصه التدريبيه بالنسبه لحسين عموته فكيبان لنا بانه هذيك الخطه اللي كانت لعبات واللي كان لعب بها ضد فريق الفتح الرياضي ديال ثلاثه المدافعين ثلاثه يكونوا في اللاكس فما غتكونش كيبان لنا بانه غيلعب باربعه ثلاثه ثلاثه هذا الشيء اللي واضح بالتواجد ديال كل من نصير وكذلك قادارين في اليسار نصير في اليمن وفي اللاكس فكاين عطوشي رابح قدامهم فاحتمال كبير غيكونوا ثلاثه بني الدر كذلك اللاعب ابراهيم النقاش وسعيدي كاين ونجم كاين حداد كاين كيبقى اللي مطروح والسؤال اللي مطروح هو شكون هو لاطاكون اللي غيلعب به عموته واش غيكون سيكاتارا ولا داهو يعني هذا هو انا فين بقات وهذا الشيء يعني على حسب ما شفنا في الحصه الاولى ولكن باقي ان شاء الله الحصه الثانيه اللي غتلعب غدا ان شاء الله في التيران اللي غيحتضن الماتش التيران القديم ديال فريق ماميلو دي سان داونز لانه ما غيلعبوش في هذا الجديد هذا لوفتيس انما غيديهم التيران القديم غدا غتوضح الامور اكثر غير نذكرها القرده قبل ما نختم بانه غدا ان شاء الله غتكون نبره صحفيه ديال المدرب ديال فريق سان داونز وكذلك ديال حسين عموته غتسبق الحصه التدريبيه اللي غادي دار في نفس التوقيت ديال الماتش اللي هو جوج او ثلاثه بالتوقيت ديال جنوب افريقيا اللي هي جوج بالتوقيت المغربي غير باش نذكر الناس اللي عندهم مشكل في التوقيت فالماتش غيتلعب بثلاثه ديال جنوب افريقيا جوج ديال التوقيت المغربي سي محمد ضروري نسولك سي محمد غير على واحد ديال النقاط قبل ما نحرروا كما كنقولوا فبغيت نسولك على الظروف ديال الاقامه لوطيل اللي نازلين فيه الظروف ديال الاقامه يعني حتى التعامل المسؤولين ديال ماميلودي سانداوز مع الوفد ديال الوداد وايضا نسولك على الكليما المناخ تما كي داير وي دا الكليما المناخ كما قال سمعنا قبيله حتى التصريح اللي قالوا فهد اكتا فقال لك المناخ زوين يعني بحال تقريبا بحال المغرب زيد واحد جوج درجات ولا ثلاثه يعني غتكون ديك 28 29 ما وصلش 30 الرطوبه ما كايناش ما كاينش ديك كتحس بالعياء وكتحس بالصاد وديك الرطوبه ما فما كايناش يعني اجواء مزيانه بحال تقريبا ديال الدار البيضاء هذا بالنسبه للمناخ بالنسبه للظروف ديال الاقامه فكاين فندق فخم افخم فندق افخم اوتيل يعني كاين في بريتوريا راه هو اللي جالسين في فريق
الوداد الرياضي وطيل الواعر من العيار الثقيل. التعامل حتى الان تعامل مزيان ديال المسؤولين ديال الفريق ديال المؤمن. واش كاين السي محمد هذه القضيه ديال كل واحد كيتحمل المصاريف ديالو ولا المعامله بالمثال القضيه ديال المعامله ديالهم؟ هذه القضيه خصني نسول على السي مربع لانه باقي ما عرفتش ولو انني كان انه كل واحد كيتحمل المسؤوليه ديالو لانه كنظن كل واحد كيتحمل المسؤوليه ديالو. هادشي اللي كاين لانه اقلال فاش بقات كدير هاد القضيه فنظن ان الوداد ولا يعني كيتحمل المسؤوليه ديالو في البلاد اللي كيمشي ليه على اساس انه حتى الفرقه اللي كتجي كتحمل المسؤوليه ديالها. بالنسبه للتعامل ديال المسؤولين فلحد الان الامور مزيانه، عاطينهم كار مزيان كار كبير، عاطينهم كذلك فاش جينا من المطار فكانت حراسه امنيه، فاش جينا كذلك لهاد الحصه الاولى ما كانتش حراسه امنيه ولكن كان يعني السياره اللي محطوطه والسيد اللي مكلف ديال ماميلودي سان داونز، يعني كانت الامور ولو انها كنا كنقلبوا سي محمد ما عرفتش علاش انا عابر هما كردع على لانه كنا كنقلبوا على التيران لانه فاش دخلنا لديك البلاصه اللي فيها الملاعب فكنقول لك 24 تيران يعني بالك بزاف تيرانات ما عرفتش الا السيد اللي غادي بينا ما عرفتش اين تيران غايدينا تلف كل شويه كيسول اين تيران اللي مخصص لفريق الوداد. الوداد كان خصو يخلي التيران قبل الخمسه او في الخمسه فهم خرجوا قبل الخمسه يعني خمسه قال خصمين الفرقه يعني ترينات وخرجات وخلات لهم هما كجمهور ديال ماميلودي سان داونز كيفاش كيهضروا على هذا الماتش؟ متفائلين؟ وكاينه تعبئه وشفنا بعض الملصقات في بعض الشوارع ديالهم، كانوا بعض الملصقات اللي كتحفز الجمهور باش يجي يتفرج باش يجي يحضر باش يجي يتبع يسام الفريق ديالو. كذلك في الموقع الرسمي ديالهم او في الصفحه ديالهم في الفيسبوك فدايرين انه ملي كتجي لابس التوني ديالهم التوني صفر ديالهم فغتكون الدخله غراتوي ما غاديش تخلص، غتكون فابور ما غاديش تخلص. وكاينه تعبئه وشفنا حتى فاش كانت الحصه فالجمهور ولا الناس الطلبه اللي كاين في الجامعه ديال بريتوريا فكيشوفوا كيتابعوا كيتبعوا الفريق من خلال اللي كيبان بانه غيكون جمهور لانه فرقه اللي عندها جمهور، فرقه كذلك اللي ما نساوش بان دات تشامبيونز ليغ العام اللي فات طبيعة الحال يعني غتكون تعبئه وغيكون جمهورها. سي محمد بوتوزاز حنا معكم ونتمنوا لكم التوفيق ان شاء الله لعودة الوداد بنتيجه ايجابيه. شكرا لك سي محمد. الله بارك الله فيك سي محمد قرضاو شكرا. سي محمد بوتوزاز كامل التوفيق للفريق الوداد الرياضي للعوده ان شاء الله بنتيجه ايجابيه من جنوب افريقيا، كل التوفيق للعناصر ديال الوداد. حنا غنسمعوا ايضا سمعنا فهاد اكتاو اللي كان مباشر مع سي محمد بوتوزاز، نسمعوا التصريح ديال حسين عموته مدرب ديال فريق الوداد الرياضي. الكابتي راجع درب بشكل عادي ولكن ما نساوش على انه جوج الاسابيع هو كان خارج التشكيل ديال الفريق ما تيدربش، وبالتالي من الصعب انك تشركوا على الاقل من اول دقيقه لانه ما يمكنش تمشي في الايقاع اللي حنا باغيينه، خاصه انه حنا لاعبين واحد المقابله خارج الميدان، اللاعبين كلهم خاصهم يبدلوا على الاقل من الناحيه البدنيه واحد المجهود اللي هو مضاعف، لانه الهجوم ولا كاليتي اللي كاينه ديال اللاعبين عند الفريق ديال سان داونز فهي عندهم امكانيات تقنيه ومهارات يعني عاليه وحتى اللياقه البدنيه ديالتهم، وبالتالي حنا اللاعبين ديالنا خصهم من ناحيه على الاقل من الناحيه البدنيه انهم خصهم يبدلوا واحد المجهود كبير، وبالتالي انا تظن ان الكارتي ما يمكنش يصير الايقاع باعتبار انه تقريبا توقف جوج الاسابيع صعب انه يرجع للايقاع. اصبحي اللي هو الله وقف تقريبا ثلاث ايام تنظن اصبحي اذا تعافى يعني بسرعه في اليومين ممكن انه يبدا المقابله، يعني باستثناء يمكن هذه الاكراهات اللاعب اولاد باقي ما جاش، وبالتالي اذا لاحظتوا على انه في المقابله ديال امام الفتح انا حاول يعني نركز على اللاعبين اللي غادي يشاركوا في هذه المقابله باش نعطيهم على الاقل واحد الايقاع بغض النظر على نتيجه المقابله، ولكن الهاجس الاول كان عندنا هو هذه المقابله هذه ديال جنوب افريقيا، لان المقابله لا تقبل الاستهتار ولا تقبل الخطا، خاصها تتخذ يعني بواحد الجديه يعني عاليه. ثلاثه بتوقيت ديال جنوب افريقيا وغنتبعوه مع الصديق ديالنا سي محمد بوتوزاز. حنا غنمشيو من جنوب افريقيا